صدقني لو انت ذاكرت اللي فات كويس وعرفت خطة الكورس بجد وأدركت الهيكلية الخاصة بالكورس هتكون أقوى بكتير بفضل الله، وهتحترف اللغة وهتكون عملاق فيها. وأنا بقولك كده لأن ممكن تكون أنت لم تتابع الكورس من البداية، أو رأيت هذا الفيديو بالصدفة، أو لم تسمع عن الكورس من قبل. اعرف كورس السي شارب بسهولة. كل اللي هتعمله ادخل بس على اليوتيوب واكتب أكاديمية حسونة ودوس انتر، وادخل على الأكاديمية، ادخل على البلاي ليستس دي هتلاقي فيها كل ما يخص السي شارب بفضل الله. هتلاقي فيها 80 حلقة جزء للأساسيات، و 120 حلقة جزء للفورمز والتولز الخاصة بيها، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالأوبجكت أورينتد بروجرامينج، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالASP.NET للويب للسي شارب، وهتلاقي فيها 300 حلقة خاصة بقواعد البيانات باحترافية بفضل الله، وهتلاقي بلاي ليست كبيرة بتضم كل الفيديوهات دي علشان لو انت عايز تتفرج عليهم مرة واحدة وتذكرهم مرة واحدة ككورس كبير، ولو انت كمان عايز تتفرج عليهم ككورسات صغيرة اجزاء زي ما شايفين قدام حضراتكم كده. هنصحك نصيحة، ما تبدأش في الحلقة دي الا وانت مذاكر اللي فات ده كويس علشان تكون اقوى بفضل الله. وما تنساش تدخل على موقع حسونة اكاديمي www.hassuna-academy.com وتدخل على انضم الينا، وتدخل على انشاء حساب، وتسجل عندنا عشان نعرفك، وتتابع كل جديد على الموقع سواء كورسات او حاجات في الشاشة الرئيسية او تحديثات للموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 1035 من كورس سي شارب DB Example Support. دلوقتي زي ما قلنا بفضل الله هنعمل اوبشن في الحاجات دي. اوبشن ازاي بقى؟ تعال نشوف. بص هات كده اظهار الصورة دي على جنب دلوقتي، وهات فاعلية بيع، واخد بالك، هات فاعلية بيع، ونزل لي هنا من التول بوكس ده، نزل لي كومبو بوكس. الكومبو بوكس ده هات البروبرتيز كده، فين عندك هنا ال كان اسمها ايه، دروب داون ستايل، خليها دروب داون ليست. دروب داون ستايل خليها ايه، دروب داون ليست. لا مش دروب داون ليست، ماشي. طب خلاص دروب داون ليست، هات الايتيمز فين يا عمي، اهي هنا او وهنا و خلاص. ودي ايه، اوكي ماشي كده. دي ايه هنسميها سي بي اكس، اوكي سي بي اكس اوبشن 1 ده اول واحدة فيه. خلاص طيب هنا الديفولت بتاعها، دبل كليك على اللود، وهات لي هنا زود ايه ان السي بي اكس اوبشن 1 دي دوت سيلكتد اندكس بتساوي 0. فاهمني؟ شغل كده واحده واحده، بتهندل الدنيا وتاخد بقى كوبي بيست وتكمل. هي مظبوطة لوحدها على ايه؟ على او. خلاص؟ ولو اخترت و زي الفل. خلاص؟ ودي او اهي. وممكن نصغرها عن كده كمان، لان اصلا هم ايه؟ هم حرفين يعني، مش محتاجة هي كل ايه؟ كل الكلام ده. صغر خالص كده. يعني مش قوي كده. جرب على هذا الحجم كده وشوف. شوف ايه النظام. هات بحث وهات الصمت اهي قدامك اهي. او و. خلاص؟ ده كده الحجم ده مناسب قوي زي الفل كده. خلاص؟ دي هتبقى هنا كده
ايوه هنا كده ظبطها، طلعهم لي فوق نظبطهم مع نفسهم. ماشي، فعل بيع وحط لي واحده من دي، فعل شراء وحط واحده من دي، كوبي بيست اهي. منع بيع كسور وحط لي واحده من دي، خلاص منع خص. بس كده انت ايه عملتها اوبشن، كمان اوبشنالي ظبط اللي هو عايزه خلاص. واظهار الصوره ممكن تخليها في الاول او في الاخر، اظهار الصوره بتاعت الصنف براحتك انت بقى، حاجه ترجع لك. خليها في الاول او فين او في الاخر، خليها في الاول عادي مش قصه يعني. ماشي اهي، فهمني كده وتعلم على دول كده، دول بس كده بس. ماشي، ظبط مع الصوره بقى كده ايه كده، تمام خلاص دول كده جنب بعض. اه يا عم زي الفل جنب بعض. بس ده كده بالنسبه ايه للشغل كشغل. هنا يا ريت الاسم يبقى هو واحد اهو اوبشن 1، وهنا سي بي اكس اوبشن 2، وهنا سي بي اكس اوبشن 3. خد بالك من القصه في اللود نفس الفكره. طبي اهو دي 2 ودي ايه 3. بس انت كده بتخيره بقى، لان دي حاجات حساسه شويه. ساعات اكون عايز فعال بيع ويكون مش منع بيع كسور او منع خاص، يعني علشان تبقى انت في الحته دي بالذات تدي له اوبشن زياده. وعلى فكره انت ممكن تعمل فكره الاوبشن دي في كل البحث، بس هتبقى اصعب شويه في الشغل وهتاخد وقت اكتر من كده بكتير. انا كده عملتها لك فين؟ في كام عنصر بس، فعاليه بيع، فعاليه شراء، منع بيع كسور، منع خاص. خلاص ده كده هنا، ده كده هنا بالنسبة لمين؟ للشاشة. بالنسبة بقى للبحث مفيش. أول واحدة هتبقى أند، يعني هنا أول واحدة دي هتبقى أند علشان تحكم كل اللي وراها. خلاص نيجي بقى إيه لكل اللي وراها إيه؟ هتشيل. أنت عندك كام أوبشن؟ أدي واحد وأدي اتنين، وعندك على الشاشة كام واحد؟ واحد اتنين تلاتة، وهنا في التالت برضه، هنا تلاتة وهنا تلاتة. أول أند هسيبها أند زي ما هي علشان يعني تجمع مع اللي فات، تجمع مع اللي فات. هنا الأوبشن هنا بقى خلاص، هنا هنعمل إيه؟ ولا أي حاجة، هنعمل كده وهنعمل كده. حلو كده. ايه اللي هيستخلص من هنا جوه القوسين دول؟ هنقول له بص، السي بي اكس اوبشن 1 دوت سيلكتد اندكس، سيلكتد اندكس اول واحده او لو بزيرو رجع لي ايه؟ رجع لي او، غير كده هترجع لي حاجه تاني. وصلت الفكره؟ ان لو دي بزيرو هترجع ايه؟ اور، غير كده هترجع عندي بس. ونفس الكلام مع الباقي اهو، هتاخد كده كل القصه دي كده. بص شايفها اهي، وده كوبي خلاص. وتعالى هنا، ده الاوبشن الثاني اهو، هتحط ليست بس ده يبقى اوبشن اتنين عشان ما تلخبطش الدنيا بس. واخر اوبشن عندك اهو الاند اهي بيست، وده يبقى اوبشن ايه تلاتة. يبقى انت كده عملتها له اختيارية. وتعالى في الاخر اعمل شيل السيمي كورن حطها تاني فهتنظم لك السطر بتاعك. تعالى جرب، اخسر حاجة يعني لما نجرب. وادي عندك ايه؟ تسجيل الدخول، وادي قائمة بحث، وادي بحث الصنف. تمام كده، فعال بيع او فعال شراء. بص لو انت شلت فعالية الشراء هيجيب لك عادي، لكن لو انت خليت هواه ودست حاجة ترجع لك. بس خد بالك فينا، او لازم تخلي دي وا وتخلي دي وا كمان كده ما يجيبلكش حاجه. ليه؟ لان انت كده بتقول له انا عايز صنف يكون فعال بيع وغير فعال شراء ومنع بيع كسور ومنع خاص، مفيش الكلام ده. واخد بالك؟ طيب بص بقى،
انا عايز صنف يكون فعال شراء ومش فعال بيع، ويكون دول كده. مفيش، صح؟ مفيش بالطلبات دي، فاهم الفكرة؟ مفيش فين، مفيش بالطلبات دي، لكن اول ما عملت دي او راحت جات على طول، فاهم الفكرة؟ فهنا انت بتدي له اوبشن زيادة. الراجل دلوقتي طالب ايه؟ طالب صنف يكون نوت فعال بيع و او فعال شراء. جاب لك اه ده فعال شراء، جابه لك خلاص. لكن لو حكمت بوا مفيش صنف فعال شراء ومش فعال بيع اهو. الا بقى لو انت بقى عملت ايه، اقفل دي كده خالص، وهات معلش التعديل، قائمة التعديل اهي، هات الصنف، هات اي صنف، كيس مناديل مثلا، وقف عليه تبيعه، ودوس حفظ خلاص، واقفل الشاشة دي، وهات بحث، وهات بحث الصنف اهو. انا هوقف فعالية البيع، بص كده كله عادي. خلي دي بص، جاب لك الصنف الوحيد اللي بيعه موقوف بس شراءه مفعل. فهمت القصة جاية ازاي؟ يبقى انت كده بفضل الله زودت اوبشن زيادة اكتر على شاشة بحث الصف. وعايز اقول لكم على حاجة يا جماعة، ان احنا لو فضلنا نطور في اوبشن اي حاجة مش هنخلص براحتنا، ممكن نطور ونطور ونطور بفضل الله الى ما لا نهاية، لان اي حاجة قابلة للتطوير، تمام؟ لان الانسان مش كامل، الانسان بيعمل الحاجه ويرجع يقول لا الحاجه دي تتحسن، الحاجه دي تتطور، الحاجه دي تتظبط، الحاجه دي تتهندل الى اخره. فاحنا كده بفضل الله اتمينا موضوع بحث الصنف بالكامل. يبقى كده راجع معايا بقى بفضل الله كده قائمه البحث تم عملها بالكامل خلاص. ادي عندك البحث، بحث الصنف، بحث المورد، العميل، المخزن، التصنيفات، الوحدات، المنشأ، المندوب، المصروفات، الايرادات، الموظف. كده بفضل الله كلهم ايه، تم عملهم بفضل الله. لو جيت راجع من الاول خالص، عملنا كام شاشه؟ ادي تعريف الصنف، المورد، العميل، المخزن، التصنيفات، الوحدات، شركات المنشا، المندوب، المصروفات، الايرادات، الموظف. بفضل الله التعديل، تعديل الصنف، المورد، العميل، المخزن، التصنيفات، الوحدات، شركات المنشا، المندوب، المصروفات، الايرادات، الموظف. شاشه الحذف، بفضل الله حذف الصنف، المورد، العميل، المخزن، التصنيفات، الوحدات، المنشأ، المندوب، المصروفات، الإيرادات، الموظف. شاشة البحث، بفضل الله بحث الصنف، المورد، العميل، المخزن، التصنيفات، الوحدات، المنشأ، المندوب، المصروفات، الإيرادات، الموظف. بفضل الله اللغة والإعدادات، عملنا لون الخلفية، وعملنا المستخدمين، وعملنا عرض الشاشات المفتوح. يعني بفضل الله لغاية دلوقتي عملنا 47 شاشة، غير الشاشة الرئيسية، وغير الهندلة اللي في الأول، وغير الداتابيز، وغير الجداول، و و و و و بفضل الله عملنا شغل كويس جدا حتى هذا الوقت. ونلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة أكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتأكد تماما انك اي حاجة بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجة بتنشرها للناس.